مرحبا، كيفكم اليوم؟ ان شاء الله تكونوا كلكم مناح. اليوم واليوم رايحين مشوار على هون في جنب بيتنا. طبعا هلا نحن عم نحاول نلاقي شغلات مفتوحه لنقدر نستثمرها، يعني بما انه كل شيء مسكر تماما وكل مالهم عم يسكروا اكثر واكثر. في هون جنب بيتنا شغله اسمها توماس زو، يعني هيك انه عساس زو يعني، بس انه هي محل بيبيعوا فيه حيوانات. يعني بدل ما نروح نشتري اكل رايحين نشوف محل بيبيع حيوانات. فهلا رايحين والطقس بجنن اليوم كتير حلو. طبعا انتم دائما بتاخذوا النشره الجويه مننا. اكيد. وعلى طول للصدفه بيكون الجو حلو كمان. لكم كريستيانو شو عطاني؟ شكرا كريستيانو. كريستيانو وماركو كل ما يشوفوا ورده بالطريق بدهم يقطفوها ويعطوني اياها، بس احذروا شو عطوا مثلها لمجد، بس مجد دغري كبها. لا انا ما كبتها، وقعت من ايدي. لا مجد دغري مجد دغري بكبها، اما انا شوفوا الام يعني حتى مالي قلب اني انا كبها بالطريق. بس ورجيكم يعني. هاي ماركوس حلد وقت اللي سمع امه هيك حكت، لا تصدق بابا وقعت من ايدي، هلا بدي اجيب وحده ثانيه واخذها. شفت ماركو؟ انت اعطيتها ورده للبابا ام البابا كبها؟ لا تصدق بابا. مهم هلا رح نروح لهونيك ونشوف شو في حيوانات، نسال نشوف. قال يعني هو عندهم قسم للطيور وقسم للاسماك وقسم للكلاب والقطط، بس انا بتوقع هذا حكي فاضي، هلا رح نروح نشوف. يلا. عم تمشى تمشاي، ما رحنا بالسيارة لأنه كتير قريبة، 9 دقائق مشي. تفضل. لازم نمشي يعني، مو كله سيارة سيارة. وأنا جاي لهون مرة واحدة قبل، وجيت مرة كنت أنا وأخي وقت اللي كان أخي هون بألمانيا، فرحنا جبنا له سمك لبناته، وبتذكر وقتها فتنا بس على قسم لقينا فيه بس اسماك، عشان هيك ماني متاكد اذا في حيوانات ولا لا، بس بتوقع ما في. هلا رح نشوف، بس رح ندور. شو ماشي صح؟ ايه ليك بعرف هيدي. ها اوكي، هاي الارمل اللي هون عم يقولوا انه من هون قسم السمك، عشان هيك انا متذكر. انا وماركو وكريستيانو هي اول مره نجي لهون، ورح نشوف شو عندهم. صح بس بابا، بس يعني كوكي ابي ما في محل نفوت فيه لجوا صح؟ بلا لك هلا فايتين لهون، بس طبعا لازم هلا صار دور الكمامات. يعني يمكن اضفني انا اكبر منها كيف صح؟ لا العدد لسه ما صغير، بس مو لهالدرجه. بس مالي قلب جيبهم وربيهم يعني، حاسه ممكن يموتوا على الطريق. لا هلا بالتصوير طالعين كبار، بس على الواقع يعني عن جد ليكو فساتين. ليكي هدول، لا ليكي شلون شفافين هدول. حلوين هدول، انواع ثانيه يمكن هدول بدهم مي بارده، هدول المي الدافيه. شو كريستيانو؟ وينه؟ ما كان؟ هذول هذيك ورا ما كان. خلينا نجيب هذول على البيت. شو رأيك ماركو؟ وين؟ بس
شحوك تتغدي اليوم سما؟ عن جد شو حلوين. شو مجن؟ هاد سمك؟ هاد سمك؟ يا شو صغير، يمكن دول ما بيبيعون. بلا كيف هاد بيبيعون؟ عم بلا ليك؟ ليك صارت 3 يورو 2.9 3 يورو الوحدة. تعال نشوف هدول، ليك هدول شو حلوين. شو صار؟ كيف عبتك؟ ما بتعرف؟ اجوا كلهم لعندك؟ هلو هدول الأعشاب ببيعون مشان ينحطوا بالأكواريوم. شو؟ مبسوطة بهالأسماك؟ من ايه فعلا. يلا خلينا نروح نشوف اذا بنلاقي حيوانات. افكر بالاول انزل اعمل لي غطه شوي هيك لبرا. ايه فعلا بدها، سبقيني لاحق. وهي هاي العاب. انا برايي يجيبوا هيك سمكه وخلاص. هاي الحواض عشان الواحد اذا بده يعمل حوض بالبيت، بس كثير كبار يعني. ايه هدول يعني بس شيء حلو. ها هي بدها هيك واجهه لحالها فعلا، بس عن جد هذا حلو. ليكي هدول حراطيق اللي بقلبه، قلت تحطيهم بقلب الحوض يجي السمك يلعب يسبح بيناتهم. تعال نشوفه. شو نشوف؟ يعني مثل هيك حوض بدك تدلل السمكات اللي بقلبهم. واو اخيرا هي طلعنا عن جد. يعني حاطين كمامات. إيه صحيح صحيح، نحن حاطين كمامات وضلينا عم نشم الريحه، ريحه زنخه السمك يعني. اجباري، بس انه مع كمامات وهيك، لو بلا كمامات يمكن ما تفوت. هلا رايحين نشوف القسم الثاني اذا في مثل ما شفنا على الانترنت انه كاتبين انه في محل الكلاب ومحل الطيور. هلا ماركوس كثير عجبه فكره انه يربي سمك، صحيح خاف منهم شوي بس انه عجبته الفكره. لما رحت انا سالته للبياع قلت له انه فينا ناخذهم هلا هيك مباشره، قام قال لي لا بدك تاخذ اول شيء الحوض، بعدين تحط فيه مي اسبوعين مدري شو، بعدين تعمل فيه حجار واعشاب وكذا، يعني عي طويل بده وقت، فبدأ تحضير القصة مو هيك بسهولة. ورح نبلش بالمراحل لنشوف لوين بنوصل، بس مو هلا مشان ما يبلش ينقع علي. رح بلش ضبط الموضوع
وجيب له حرام. لا بورجيكم يا بس جيبه. شو كوكي؟ ليه زعلان؟ حبيت السمكة؟ كوكي ليه زعلان؟ رايحين نشوف حيوانات ثانية. شوفوا لي شعرات مركوسة اليوم، هدول أنا اللي عامله إياهم. طلع يا سلام. وهي كوكي كمان. كوكي حبيت السمكات؟ يلا تعالوا نروح نشوف الكلاب. لا انتبهت. هلا شوف الوانه. لا ما بس ما بيخلونا. هذا شوف شكله. لا هذا اشتري لي واحد. بعدين بقول لك هاي قفص. هذا مدري شو هذا. اوه شوف فوري. انا على فكره لونه هضومين هذا. هيك هذا لامسه صغير. ناكله. ايه فاره نظامي هذا. تعالوا شوفوا كمان في فار ببيته. بابا امك تقلع لنا من البيت اذا جبنا فار. ليك هذا فار احملني بابا تحملني. شوف فار. ليك علا شلون بس تشوف الفيران تهرب ما فيها تشوفه ابدا. بابا احملني قبلك. ليش كبير بس لاكو كلاتو. يعني بشوف الأرنب بشوف أي حيوان ما عندي مشكلة، بس لما شفتهم للهامستر هيك تركع كل بدني. لا وماركوس بده هامستر على البيت، يعني مستحيل. شوفي هون الحفاظ. شو لقيتي؟ الحفاظ بس ما فينا نستحلف. اللي بعدين يهربوا. يهربوا إذا فتحنا لهم؟ ليك شو كتار؟ ما بيلحقوا يهربوا ماما، ليك شو بطيئة ذو الحفاظ. هذا أقطع حيوان. برافو مركوسة. ليك هلا عم نشوف عندهم. بسبح. شو بياكلوا؟ حس. ليك أنا إلي ساعة رايحة وجاي من هذا المحل. أشعر بذلك. هدول مكتبة نحن بالشحاطة. ليك هم عم يبيعوا. عم يغزوهم. مين بيشتري هيك شيء؟ بعد هاي العينتين اشترى هيك شيء. يا حيوان هذا. ليك شو بعد هيك صراصير صراصير. شو هالقرف؟ شو انبسطتوا بالمشوار؟ انت ماركوس انت كمان؟ لا انا قلت لكم انا من الاساس انه انا جاي قبل بمره وما شفت، بس منيح هي شفتوا ارانب وشفتوا هامسترز. طيب شو رايك اشتري لك برغشه؟ ليك في صحح لي دبانك بسعر كثير حلو، جيب لك اياها. ما بس تكبروا شوي نجيب شيء مشان تقدروا انتم تهتموا فيه. رح تفوت بالحيط بابا. طلع لك الحيط السياره. اشتري لك هاي اللي وراك. هاي اوكي انا موافقة. حطها بغرفتك. استخرج نفط. يلا وهي صرنا بالبيت، وطبعا بعد هالمشوار كتير حلو وشفنا كتير حيوانات وشفنا ما ضل حيوان بالعالم ما شفناه. ايه كتير يعني كتير انبسطنا وكان مشوار جدا حلو. الاولاد كتير انبسطوا وطار عالم. هاي ماركوس. ماركوس حلو كان المشوار؟ عجبك؟ لا. برافو.
يعني والله معه حق انه ما يعجبه يعني، بس اللي سبب واحد انه يعجبه المشوار. كانوا متأملين يشوفوا حيوانات وكذا، ام للاسف طلع ما في حيوانات؟ كنا فاكرين ممكن نشوف كلاب، ارانب اكثر، بسس اكثر، يعني قلنا بغيروا الجو بيتسلوا هيك، بس للاسف ما شفنا غير يلا سبب. حصل خير، بس نحن هلا جوعانين لو سمحتي اذا بتطعمينا يلا بعدين بتكملي لنا الحديث. ليش راح يكون الفرق بين سندويشتي وسندويشتك؟ اكيد سندويشتك مدعومه اكثر. لا انا رح لك هيك الخبز الاسمر وانت رح لك الخبز الابيض. رح نروح على حديقه الحيوانات. ايه عن جد وعد وعد وعد، رح اخذك على حديقه الحيوانات بس يفتحوا، بس هلا لانه عشان كورونا مسكرين، بس بدي اخذك على حديقه حيوانات كثير كبيره. ايه بعرف. اوكي ايه ومركوسه. اوكي ماركو ترضى اذا اخذناك حديقه حيوانات كبيره؟ اليوم ماشي. هلا بنزل بعمل لك حديقة حيوانات تحت البيت وباخذك عليها. تمام يلا طعمينا لو سمحتي. يلا يا سلام. انا رح اعمل لك ساندويتش كريسبي غير شكل. هم يقيم المشوار بانه مشوار فاشل. موعدكم فيديو تاني بس نفتح، بس افتح حديقة حيوانات انا. ايه ان شاء الله بدي اجيب عليها كثير حيوانات حلوين وكذا ومنظومين. وايه لا مشان بس تجوا عليها يعني يكون في حيوانات مو كثير. ايه ما بدي اعمل شلون شيء. هلا نحن اليوم ما رحنا حديقه حيوانات، يعني نحن رحنا على محل على اساس ببيع حيوانات. ام للاسف طلع ما ببيع حيوانات، طلع ببيع اغراض الحيوانات ولقينا كم حيوان. بس شفنا كم سمكه حلوين. لا عن جد سمكات صغار، سمكات كبار، سمكات ملونين، سمكات حلوين، جميع انواع السمكات. فاذا حبيتوا الفيديو لا تنسوا تعملوا لنا لايك شير وسبسكرايب، ولا تنسوا تفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. باي.